الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة ممكن تناسبني أنا شخصيا تكون غير مناسبة تماما لشخص تاني، وممكن شيء يناسب شخص تاني لا يناسبني أنا على الإطلاق. قرأت الموضوع فلقيته خطر جدا جدا، فحبيت إن أنا أعرضه على الجميع لعل الناس تدرك هذه الخطورة. الموضوع الخطير اللي هتكلم عنه الحنة السوداء. أهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة ممكن تناسبني أنا شخصيا تكون غير مناسبة تماما لشخص تاني، وممكن شيء يناسب شخص تاني لا يناسبني أنا على الإطلاق. الموضوع الخطير اللي هتكلم عنه الحنة السوداء. أتمنى أن الجميع ياخد الموضوع باهتمام ويدرك مدى خطورة الوضع اللي احنا بنتكلم فيه. في بعض الناس بتستعمل الحاجة بدون أي تجربة أو بدون أي اختبار، حتى على الأقل بتتعامل إن الموضوع هو طبيعي طالما شخص تاني اتعامل بيه. زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة اللي قدام حضراتكم، البنت نفسها رسمت الحنة، فالمواد الكيميائية اللي فيها أثرت على البشرة بحروق. الحنة دي شيء بيحب يستعمله البنات والسيدات والأنسات يعني، وأوقات كتيرة جدا بيستعملوا الأطفال بناء على الأهل. فممكن نوعيات البشرة ونوعيات الجلد، فيه نوعيات من الجلد، نوعيات بتكون حساسة وبشرة حساسة، ممكن لا يناسبها نوعية الحنة. الموضوع اللي قرأته انه كان هو غالبا يعني في الغرب، ان احدى الفتيات حبت تعمل رسم الحنة على جسمها او على ايدها او على اماكن معينة. الحنة في حد ذاتها فيها مواد كيميائية، وبالتالي قد تؤثر المواد الكيميائية على نوعيات بشرة ولا تؤثر على نوعيات بشرة تانية، لان في البشرة الحساسة. يعني احنا دايما في كل مستحضرات التجميل دايما بنعرف ان في بشرات يناسبها شيء معين، حتى الشامبو نفسه في بشرة للشعر الجاف، للشعر التالف، للشعر الكذا الكذا الكذا. نفس القصة بالنسبة للأنواع الصابون والشامبو وخلافه، كل الأصناف لابد من عمل اختبار ليها لنوعية البشرة. هل البشرة هتتحملها أو هل البشرة هتناسبها الحنة دي أو لا؟ فطبعا ممكن شيء ما يكونش مناسب للبشرة يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا زي ما احنا شايفين كده. المشكلة الأكبر انه الأهل بيكونوا مش فاهمين أو مش عارفين، لأن الطفل ده ما يعرفش حاجة أو ما يفهمش ولا يدرك إيه الخطر وإيه اللي ممكن يكون خطر على حياته حتى أو على صحته. لكن الأهل المفروض ناس كبيرة وناس عاقلة، لازم الناس الكبيرة هي تتحكم في الأمور اللي زي كده. شوفوا حضراتكم ادي صورة تانية، انه الممرضة او اللي هي بتحاول علاج الطفلة، والطفلة يعني متأثرة جدا. فطبعا ده شيء خطر جدا وشيء يعني في غاية الاهمية ان احنا نظهره للناس لعلها تكون جرس انذار انه الموضوع لازم نخلي بالنا من اي حاجة على حياة اولادنا. يعني لان ممكن الام نفسها تشوف بنتها اجمل بنت في الدنيا، ولكن ممكن باسلوب غير مدروس ممكن يحدث مشكلة كبيرة. طبعا هي بكل تأكيد ان مش بارادة الام او مش برغبة الام انها تضر بنتها يعني او كده، ولكن هي غصب عنها لانها مش فاهمة. فبقول بحذر يعني كتير من الأمهات، لأن الكتير برضو من الفتيات والأنسات والسيدات بيستعملوا نفس الموضوع اللي هو الحنة السوداء، يعني زي ما بنقول كده،
في امور كتير يعني. فحبيت بس يعني بعد ما قرات الموضوع بقول يا جماعه الحنه دي فيها خطر، لان فيها مواد كيميائيه، المواد الكيميائيه اللي فيها ممكن تؤدي الى مشاكل صحيه وخطر كبير على الجلد. نقطه كمان مهمه جدا، انه بشره الطفل هي بتبقى رقيقه جدا وضعيفه جدا، مش زي البشره اللي هي مكتمله النمو، لان طبعا الجلد بيبقى له فترات معينه في عمر البني ادم بينمو زي ما كل اجزاء الجسم بتنمو، فالجلد نفسه بيكون غير متكامل النمو مثلا للطفل، زي ما الاجزاء والاعضاء الاخرى غير مكتمله زي مثلا الشاب الكبير او الراجل الكبير او الست الكبيره. الاطفال ليهم معامله خاصه وليهم وضع خاص في تكوين جسمهم، فبالتالي مش هيكون اللي بيفيد او اللي بينفع شخص كبير هيفيد طفل صغير او طفله صغيره. بقول تاني يا جماعه، نوعيات الجلد بتختلف من بنت لبنت اخرى او من سيده لسيده اخرى، او حتى الرجال، يعني مش بتكلم بقى على الحنه للرجال، هو كل بشره مختلفه في طبيعه تكوينها عن الاخرى، وسبحان الله الخالق يعني التغيرات دي او الاختلافات بين بشره والاخرى لازم نكون فاهمين ونكون بنعي ذلك، يعني انه ده شيء موجود، فبالتالي اللي هيناسب بشره معينه مش هيناسب بشره تانيه. فعلشان كده بقول يا جماعه نحاول نحرص في استعمال الحنه دي لاولادنا. فبقول تاني يا جماعه نحرص بشكل كبير قوي على الاطفال في الامور اللي زي كده، الامور دي ممكن تضر الطفل او الطفله يعني بشكل كبير جدا جدا على مستوى الجسم. والصور اللي قدام حضراتكم بتوضح قد ايه ان بنت ممكن يحصل لها مشكله كبيره جدا في ايديها او في جسمها بسبب موضوع الحنة ده. قرأت الموضوع فلقيته خطر جدا جدا، فحبيت ان انا اعرضه على الجميع لعل الناس تدرك هذه الخطورة. دايما بحب الفت الانتباه لاي شيء فيه خطورة على البشر، يعني يا رب السلامة للجميع، وان شاء الله يحفظ اولادنا جميعا ولا يحدث مكروه لاحد. ودايما بقول الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. أتمنى للجميع الصحة والسلامة، وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.